الرئيس السيسي يوجه اليوم كلمة إلى الأمة يتناول فيها تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية. شيخ الأزهر يطالب بإحكام السيطرة على التعليم في المدارس والجامعات للتصدي لنزعات تكفيرية وطائفية. العليا للانتخابات تعلن قبول أوراق أكثر من 7400 مرشح وتبدأ في تلقي الطعون اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. في كلمته أمام المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، محلب يؤكد ضرورة تبني سياسات للتدريب والتعليم والتوجه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل ونستهلها من مصر. يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم كلمة إلى الأمة يتناول خلالها عدة موضوعات وقضايا محلية وعربية وعالمية. من بين الموضوعات التي سيتناولها خطاب الرئيس السيسي سياسات مصر الخارجية وعلاقتها بالدول الغربية ودول الخليج، بالإضافة إلى السياسات الداخلية والمشروعات الكبرى والاقتصاد المصري وكيفية تنميته والنهوض به. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية اليوم، زار خلالها هيئة قناة السويس ومنطقة جبل الجلالة بسيناء. واستعرض الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهام ميش، استعرض آخر ما تم إنجازه في مشروع القناة الجديدة، وكذلك استعدادات الهيئة فيما يتعلق بالمشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل. كما قام الرئيس السيسي بجولة بحرية صعد خلالها على إحدى الكراكات لمتابعة عمليات التكريك الجارية بالمنطقة، إضافة إلى زيارة مبنى التدريب والمحاكاة بقناة السويس ومنطقة جبل الجلالة. يأتي ذلك بينما أعلن المهندس يحيى حسين رئيس دار الهندسة، وهي التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، أعلن أنه سيتم إعلان المخطط النهائي للمشروع خلال أسبوعين. وأوضح حسين في تصريحات له أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن المخطط العام للمشروع ركز على 5 محاور أساسية تحمل في طياتها القدرة على تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. وأكد رئيس دار الهندسة أن المشروع يستهدف ال15 عاما الأولى توفير نحو 1,000,000 فرصة عمل. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيعزز من قدرات الاقتصاد على النمو خلال الفترة القادمة بشكل قوي. أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أهمية إحكام السيطرة على التعليم في المدارس والجامعات لوضع حد لنزعات تكفيرية والتعصب الطائفي. جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الإسلامي لمكافحة الإرهاب والذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية. ما لم نحكم السيطرة التعليمية والتربوية في مدارسنا وجامعاتنا على فوضى اللجوء إلى الحكم بالكفر والفسق على المسلمين، فإنه لا أمل في أن تستعيد هذه الأمة قوتها ووحدتها وأخوتها وقدرتها على التحضر ومواكبة الأمم المتقدمة. وقد لا ينتبه البعض أيها السادة إلى الأثر المدمر لنزعة التكفير في تمزيق وحدة الأمة وما تثمره هذه النزعة المقيتة من أشواك الكراهية والأحقاد بين المسلمين، وما يترتب على ذلك من التشرم والانقسامات، وكل يزعم أنه المسلم الحقيقي وأن غيره إما خارج عن الملة حلال الدم والعرض والمال أو فاسق يجب اجتنابه وتجب كراهيته ومفاصلته شعورا ونفسيا وتحرم موالاته وغير ذلك من الفتاوى العابثة بدين الله ورسوله. وأعرب شيخ الأزهر عن أمله في أن يقوم علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم بعقد مؤتمر فيما بينهم يستثمرون خلاله الثوابت الإسلامية المشتركة. وأشار الشيخ الطيب إلى أهمية أن يتم ترك المجال لكل بلد أن تتبع مذهبها الخاص بها، وذلك تحقيقا للاستقرار الاجتماعي. وإني لأتمنى من كل قلبي أن ندعو جميعا إلى مؤتمر نخرج منه
بإقرار سلام فيما بيننا أولاً نحن أهل العلم والمنتسبين إليه بمختلف مذاهبنا ومشاربنا، نستثمر فيه ما هو ثابت بيننا من الأصول المشتركة، نجتمع عليها ونتآخى حولها ونتلاقى في رحابها، ويترك المجال لأهل كل بلد في اتباع المذهب الذي ارتضوه ودرجوا عليه تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي الذي ننشده جميعاً، وألا يروج لهذا المذهب أو ذاك في البلاد التي تتجافى عنه بالمال واستغلال الفقراء والمعوزين وتجنيدهم ليكونوا دعاة للتعصب الطائفي والمذهبي. ثم سرعان ما ينشأ النقيض ليبدأ الصراع الذي يفتت وحدة هذه الأمة. أتمنى لو يترك الناس يتمذهبون بما نشئ عليه من مذاهب تلقتها الأمة بالقبول ووسعها الإسلام وضمن لأهلها السعادة في الدنيا والآخرة، كما أتمنى لو أن مقررا دراسة. وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن العالم الإسلامي يواجه مخططات دولية كبرى تهدف إلى تشتيت العرب والمسلمين في بلادهم، مشيرا في هذا الإطار إلى ما يحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا. ودعا شيخ الأزهر العالمين العربي والإسلامي إلى تنحية الخلافات جانبا واستثمار هذا المؤتمر من أجل التصدي لمحاربة الإرهاب. تعلمون أننا نواجه مخططات دولية كبرى تستهدف العرب والمسلمين وتريد أن تصوغهم صياغة أخرى وتشتتهم في بلادهم بما يتفق وأحلام الاستعمار العالمي الجديد المتحالف مع الصهيونية العالمية يدا بيد وكتفا بكتف. وعلينا ألا ننسى أن الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الاستعمار الجديد الآن هي الوسيلة ذاتها التي كان يستخدمها هذا الاستعمار في القرن الماضي، وهي مقولته القاتلة فرق تسد، والتي تلعب هذه المرة على بؤر التوتر والخلاف الطائفي والمذهبي، واستطاعت للأسف الشديد أن تعبث بهذه الأمة ما شاء لها العبث وما شاء لها المكر والغدر والتسلط. وكان من آثار هذا العبث الماكر أن ضاعت العراق واحترقت سوريا وتمزق اليمن ودمرت ليبيا، ولا يزال في جعبتهم الكثير مما لا يعلمه إلا الله تعالى ومما نعوذ بالله منه ومن شروره. فلننسى خلافاتنا التي لم نجن من ورائها إلا الضعف والذلة والهوان، وليكن مؤتمرنا هذا علامة فارقة وبداية موفقة نتصدى بها كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا لهذا الخطر الماحق الذي يحدق بنا جميعا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبدالله، كيف يمكن لهذا المؤتمر الإسلامي العالمي أن يستثمر من أجل مكافحة الإرهاب وإبطال المخططات الاستعمارية كما ذكر دكتور أحمد الطيب التي دائما ما تنتهج مبدأ فرق تسد؟ أولا أهلا بكما وبالمشاهدين في كل مكان، وأنا بعتبر أن كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذا المؤتمر تعتبر وثيقة تاريخية فارقة في هذا الوقت، تؤرخ للمرحلة الحالية وتضع بصيصا من الأمل والنور من أجل الخروج مما نحن فيه. كما سمعنا من كلمة فضيلته أن المؤامرة ليست هينة، إنها مؤامرة كبرى تحاك بواسطة الدول الاستعمارية وإسرائيل والصهيونية العالمية كتفا بكتف ويدا بيد كما قال فضيلته. وبالتالي المؤامرة كبيرة، وهي تتبع نفس الأسلوب القديم الذي يعتمد على المقولة البئيسة التعيسة فرق تسد. وللأسف أن كثيرين منا من أبناء أمتنا ومن أبناء جلدتنا يرون بأم أعينهم ما يجري الآن في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي المنطقة من حولنا، ولا يتعظون بتلك الآيات الكونية التي تجري أمام أعينهم، ويتسننون في الخلاف وفي الصراع وفي التقاتل وفي زراعة الفتنة
داخل البلاد التي وقاها الله عز وجل مما وقى منها الدول المجاورة. هم لا يريدون لمصر ولا للمنطقة العربية أن تسلم من الشرر الذي أصاب الدول الأخرى، ولكنهم يعملون على امتداد اللهيب والنار لتحرق ما بقي من أمتنا الإسلامية والعربية. ربما دكتور عبد العزيز مكمن الخطر الأكبر هو أن هؤلاء المتربصين بالإسلام يسعون إلى ربط الدين الحنيف بهذه الممارسات الإرهابية. أيضا دكتور أحمد الطيب طرح من خلال ما ذكره حلول، وربما من ضمن هذه الحلول هي تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم المدرسي والجامعي. كيف تنظر؟ صحيح. نعم، ده شيء مهم جدا جدا، لأن الذين يقاتلون باسم الإسلام اليوم هم الذين تشربوا مبادئ الإسلام أو المبادئ المنحرفة عن الإسلام وأصبحوا يطبقونها اليوم في واقع الحياة العملية. وكذلك أيضا التعصب المذهبي الذي يحاول الآن أن يفتت الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب وشيع يتربص بعضها ببعض، هذا أيضا من ضمن المشكلات التي يتعين أن نواجهها. فعلى كل دولة تدين بمذهب معين أن تقصره على بلدها وعلى أرضها، ولا تحاول أن تنشره كما تنشر الأفكار السياسية في البلاد الأخرى. إحنا في هذه الأيام بقينا نشهد دعاية لمذاهب معينة وفي أنشطة مالية وأنشطة دعائية للترويج لمذهب معين، هذا عمل خطير جدا جدا، ينبغي أن يوضع حد له حتى لا يستمر الخلاف والشقاق. بالتأكيد. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور عبد الله النجار. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 215 إرهابية من جماعة الإخوان والموالين لها للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات. جاء أمر الإحالة لتكوين تلك العناصر لمجموعات مسلحة باسم كتائب حلوان. كما أمر النائب العام باستمرار حبس 125 متهما منهم احتياطيا والقبض على الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية بوضع مخطط إرهابي داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون. وقامت تلك العناصر بتأسيس 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة تتضمن مجموعات مسلحة عرفت باسم كتائب حلوان. تكونت المجموعات من عناصر الجماعة الإرهابية والألتراس وعناصر تحالف ما يسمى بدعم الشرعية وبعض العناصر الجنائية لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ 7416 مرشحا في النظام الفردي ونظام القوائم. وأشارت اللجنة إلى أن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، بينما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة. وجاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما هي الأكثر بين طالبي الترشح. وتبدأ فترة تقديم أطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان إلى أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظر في تلك الطعون وتفصل فيها اعتبارا من الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد البطريق الصحفي البرلماني بجريدة الأهرام. أستاذ أحمد، بعد التحية، كيف تتابع عملية تقديم الطعون، خاصة وأنه اليوم الأول لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح؟ أعتقد أنها يعني عملية تنظيمية، وأن في هناك العديد من الأشخاص اللي تقدموا بأوراق الترشح ولم يتم قبول أوراقهم لوجود بعض المخالفات أو لوجود نقص في الأوراق المطلوب التقدم بها. من حقهم أنهم يتقدموا للجنة الطعون أو التظلمات. كذلك من حق المواطنين من لديهم إحساس بأن أي من المرشحين
غير لاحق لتمثيل الأمة في البرلمان القادم، من حقه أن يتقدم بالطعن إلى اللجنة العليا في الانتخابات. أستاذ أحمد البطريق الصحفي البرلماني بجريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك. قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة استبعاد رجل الأعمال أحمد عز القيادي بالحزب الوطني المنحل من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية. صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، وأوضح أن استبعاد عز يرجع إلى سببين رئيسيين، هما عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم تقديمه لإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته. عقد المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا لمتابعة لجان المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة لتدريب حوالي 300 شاب وفتاة على مراقبة العملية الانتخابية. قام بعملية التدريب خبراء من المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان لتدريبهم على نظام سير الانتخابات وطرق الإبلاغ عن انتهاك حقوق الناخبات. هي ليست نهاية المطاف. برنامج آليات متابعة لجان المرأة في الانتخابات البرلمانية تحت هذا العنوان نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية استهدفت تدريب عدد من الشباب على آليات متابعة ومراقبة تصويت النساء في كافة المحافظات. دربنا حوالي 350 شاب على مستوى القرى والمحافظات ازاي يعملوا عمليات المراقبة، ازاي يراقبوا تصويت النساء، ازاي يرصدوا المخالفات الانتخابية، ازاي يساعدوا الستات على التصويت الصحيح في كل دايرة. متابعة الانتخابات مهمة جدا لعملية البناء الديمقراطي، لانها بتدي شرعية للعملية الانتخابية وبتدي اعتراف بالنتائج التي ستنتج عنها، وبتبقى دي بداية الاستقرار في الدولة، بدءا لنحط اللبنة الاولى للتنمية. البرنامج تضمن التعريف بالنظام الانتخابي الجديد والمفاهيم الأساسية لنزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين والمتابعين. بنتعرف على القانون، على النظام الجديد المتبع، بنتعرف على دور المراقب، ايه حقوقه، ايه واجباته، ايه التزاماته، ايه المشاكل اللي ممكن يتعرض لها، ولو تعرض لمشاكل يحلها ازاي، ويعني ايه غرفة عمليات، ويعني ايه يدير غرفة عمليات، وازاي تبقى فيه ادوات في ايدين المراقب يقدر يتصرف بيها. فالنهارده احنا جايين ناخد تدريب عشان نقول ان احنا في مجتمع مفيش فرق بين الرجل والمراه، ومن حق كل واحد اللي هو ينزل العمليه الانتخابيه، ولازم يكون في عمليه مراقبه عشان تاخد حقها. جدير بالذكر ان المجلس قام باختيار افضل العناصر من الشباب في مختلف المحافظات لمساعدته في متابعه لجان المراه في الانتخابات وفق المعايير المحدده التي تتطلبها اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه للقيام بعمليات المتابعه. مع التطور الديمقراطي في العالم تعتبر الانتخابات البرلمانية إحدى وسائل إقرار الشرعية، ومتابعة العملية الانتخابية تضمن حرية ونزاهة هذه الانتخابات. من داخل المجلس القومي للمرأة، بسمة الشاعر، النيل. طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كل مسؤول في الدولة بأن يعد صفا ثانيا من الكوادر، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اختيار 4 مساعدين للمسؤولين بالدولة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، أكد على ضرورة تبني سياسات للتدريب والتعليم المستمر وربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار والتواصل مع المجتمع ومشاركته في اتخاذ القرار. بهدف إصلاح الجهاز الحكومي وإكسابه توجها استراتيجيا وأهمية أكبر للتركيز على الأهداف والسياسات التنموية للدولة، شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، والذي يسعى لوضع خطط للإصلاح الإداري وطرحها للحوار المجتمعي. الإصلاح الإداري يعد ركنا هاما ورئيسيا من أركان التنمية الشاملة لأي دولة، وإن كانت التنمية هي رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع مليء بالتحديات إلا بإدارة واعية، إدارة واعية قادرة وطموحة.
المؤتمر يهدف لتطوير خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، ولضمان نجاح هذه الخطط فلا بد أن ترتكز على مجموعة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والمؤسسي. أن الإصلاح الإداري في بؤرة اهتمام الحكومة الحالية وعلى رأس أولوياتها، انطلاقا من قناعة تامة بأن التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة لا يمكن أن تتحقق أبدا دون إصلاح إداري حقيقي وشامل. أن لدى مصر العربية كل مقومات ومقدرات البناء الصحيح التي تمكنها من بناء دولة القانون والمؤسسات والعدل لتحقيق التقدم والرخاء بإذن الله. الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش مناخ الأعمال في الدول العربية وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري. عمرو عبد العزيز، النيل. استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم ممثلات عن الفتيات اللائي كوننا حملة مجندة مصرية، وقد طالبت الفتيات بالتجنيد في القوات المسلحة وعربن عن جهازيتهن للتطوع وحمل السلاح. وهناك مناشدات بإنشاء مدارس وكليات عسكرية للإناث، ومؤكدات أن المرأة حاربت في صدر الإسلام في كثير من المعارك وتم تجنيدها أيام العدوان الثلاثي على مصر. من جانبه قدم المهندس إبراهيم محلب الشكر للفتيات ولجميع زملائهن على هذه الروح الوطنية العالية، فالمرأة المصرية ضربت نموذجا مشرفا في كل المواقف الوطنية، وستتم دراسة كل المطالب التي طرحت خلال هذا الاجتماع. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن الدولي. وأكد السفير عبد العاطي أن المشروع لا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه، وذلك على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على المجلس. وأضاف المتحدث أن المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين الجمعة الماضية للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى غدا على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع. انفجرت عبوة ناسفة عند بوابة مقر إقامة السفير الإيراني لدى ليبيا الواقع بوسط العاصمة طرابلس. وقد أكدت مصادر ليبية مسؤولة عن عدم وقوع أي إصابات نتيجة هذا الانفجار. على صعيد آخر قال مسؤول نفطي اليوم إن ميناء الحريقة الليبي سيوقف صادرات النفط الخام لنحو 10 أيام من أجل إصلاح خط الأنابيب الواصل إلى حقل السرير النفطية. كانت أضرار قد لحقت بالخط جراء انفجار وقع الأسبوع الماضي. أبرم المجلسان البلديان لمدينتي مصراتة والزنتان اتفاقا يقضي ببدء إجراءات تجميد القتال في المنطقة الغربية بليبيا، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بين الطرفين ببلدة الأصابع. وأوضح عميد بلدة الأصابع سعد الشرتاع أن الاتفاق يبدأ بفتح المعايير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق في الجبل الغربي وتبادل الأسرى بين الطرفين بإشراف المجلس البلدي للأصابع. وأوضح أن جلسات أخرى ستشهدها المدينة بين الطرفين لمناقشة ضمانات عدم خرق الاتفاق، مؤكدا رغبة الطرفين في إنهاء القتال وطرح مشروع مصالحة شاملة في غرب ليبيا ينهي القتال الدائر منذ شهر أغسطس الماضي. صرح سفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى ليبيا بأن هناك تنسيقا مستمرا بين البعثة القنصلية المصرية الموجودة على معبر راس جدير الحدودي والسلطات التونسية والليبية على جانبي المعبر لمساعدة المصريين المقيمين في ليبيا على العودة إلى أرض الوطن. يأتي ذلك بينما أكد سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الخلية المعنية بتلقي اتصالات واستفسارات المصريين الموجودين في ليبيا وذويهم في مصر تكثف عملها بعد أن تم زيادة أعداد المسؤولين بالخلية، بالإضافة إلى توفير خطوط دولية
إضافية للتواصل مع المصريين الموجودين هناك وفقا للبلاغات التي ترد من ذويهم داخل مصر. وأوضح سفير عبد العاطي أن الخلية تتلقى الاتصالات والاستفسارات الواردة من المصريين المقيمين في ليبيا والنصائح والتعليمات التي يتولى مسؤول وزارة الخارجية تقديمها لهم في المناطق الجغرافية المقيمين بها حفاظا على أرواحهم. أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي مشاركة مصر في مؤتمر مبادرة دول حوض وادي النيل المزمع عقده في العاصمة التنزانية دار السلام في شهر يونيو الماضي القادم. كان مغازي قد دعا دول حوض النيل إلى تفهم الموقف المصري والتحديات المائية التي تواجهها مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الري في دول حوض النيل والذي عقد في السودان. اجتماع استثنائي في الخرطوم لوزراء الري في دول حوض النيل جاء انعقاده بمناسبة مرور 15 عاما على إطلاق مبادرة حوض النيل. هذه المناسبة شهدت مشاركة مصر بعد تجميد لعضويتها في المبادرة عقب توقيع بعض دول المنبع لاتفاق انتبي عام 2010. مصر في قلب دول حوض النيل لم تغب يوما من الأيام، لها علاقات الحمد لله ممتازة بجميع الدول، تقدم كل التعاون مع جميع دول حوض النيل، لكن حضورها اليوم هو تأكيد لهذا الشيء. وفي يونيو القادم ستشارك مصر في الاجتماع الآتي لوزراء الري في دول حوض النيل، وقبل انعقاد ذلك الاجتماع تتعاظم التوقعات بحل ما تبقى من قضايا بين دولتي المصب وبقية دول حوض النيل. أتوقع في خلال الأشهر القادمة في ظل رئاسة السيد الوزير معتز للمجلس الوزاري لدول حوض النيل، اتوقع في ظل الرئاسه بتاعته ان هو خلال الاشهر القادمه ان شاء الله نجد توجه وتحرك اكثر لحل كثير من النقاط العالقه. فيما كشف وزير الكهرباء والموارد المائيه السوداني معتز موسى عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجيه مصر السودان واثيوبيا اوائل الشهر المقبل، سيحاول خلاله الوزراء الثلاثه التوصل لاتفاق اطاري سياسي حول سد النهضه الذي تشهده اثيوبيا على النيل الازرق. مطلع الشهر القادم سيشهد اجتماع هام ايضا ثاني لوزراء خارجيه مصر والسودان واثيوبيا لحل حاله ووضع اتفاق اطاري سياسي حول سد النهضه، ده بيدي كمان بيئه ايجابيه دافعه لمزيد من التعاون وسط دول حوض النيل. وحاله تم التوصل لهذا الاتفاق الاطاري السياسي سيمثل تتويجا لجولات محادثات متعدده سياسيه وفنيه من المؤمل ان تنهي ملف سد النهضه بتوافق بين اثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان. مشاركة مصر في هذا الاجتماع الاستثنائي لوزراء الري في دول حوض النيل يعكس التفاهم من دول الحوض لانشغال مصر بأمنها المائي التي دفعها خلال السنوات الخمس الماضية لتجميد عضويتها في مبادرة دول حوض النيل. خالد هاشم، النيل، الخرطوم. وصفت دمشق العملية العسكرية التركية التي وقعت داخل الأراضي السورية بأنها عدوان سافر، محملة السلطات التركية المسؤولية المترتبة على تداعيات مثل هذا العدوان. قالت وزارة الخارجية السورية إن تركيا لم تكتفي بتقديم كل أشكال الدعم لأدواتها من عصابات داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأقدمت على مثل هذا العدوان على الأراضي السورية. وسط التوتر الذي يخيم على العلاقات التركية السورية، جاءت العملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي في عمق الأراضي السورية لإنقاذ جنود أتراك يحرسون ضريح السلطان سليمان شاه والد مؤسس الإمبراطورية العثمانية. تركيا التي تردد نشط في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش دون الموافقة المسبقة على شروطها، سارعت بتنفيذ عملية عسكرية أحادية الجانب تحسبا لشن تنظيم داعش هجوما على الضريح بعد أن دمر مقاتلوه عدة أضرحة ومساجد في سوريا. رئيس الوزراء التركي أعلن أن أنقرة نفذت العملية العسكرية دون إذن من سوريا أو مساعدة أي طرف، لكنها أخبرت التحالف الدولي ضد داعش بعد بدء العملية. لم نأخذ إذن من أحد، الحكومة التركية اتخذت القرار والرئيس رجب طيب أردوغان أعطى الأوامر للجيش التركي، ولقد أخبرنا الجيش السوري الحر وقوات التحالف الدولي بعد بدء العملية وذلك لمنع تجنب سقوط ضحايا مدنيين.
العملية قام بها رتل عسكري من الدبابات داخل سوريا عبر المعبر الحدودي جنوب شرق البلاد، مرورا ببلدة عين العرب التي استعادها المقاتلون الأكراد من أيدي تنظيم داعش بهدف إجلاء 40 جنديا كانوا يحرسون الضريح. القيادة العامة للجيش التركي أعلنت أن العملية التي نفذتها القوات البرية مدعومة بغطاء جوي هي الأولى من نوعها داخل سوريا، وأنها تمت دون اشتباكات، إلا أنها أسفرت عن مصرع جندي. العملية العسكرية لم تلق صدى من سوريا أو دول التحالف، إلا أنها نجحت في نقل رفات سليمان شاه مؤقتا إلى تركيا على أن يتم نقله إلى منطقة تخضع لسيطرة الجيش التركي. الضريح القابع على نهر الفرات في ريف حلب لسبعة قرون كان قد أعلن أرضا تركية بموجب اتفاقية وقعت مع فرنسا إبان حكمها لسوريا أوائل القرن الماضي، حيث تعتبر تركيا الضريح أرضا سيادية وتعهدت مرارا بالدفاع عنه في مواجهة أي هجوم. ومن أحداثنا، قبائل مأرب تدعو الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي إلى إعلان عدن عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين تحرير صنعاء من الحوثيين. الرئيس السيسي يوجه اليوم كلمة إلى الأمة يتناول فيها تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية. شيخ الأزهر يطالب بإحكام السيطرة على التعليم في المدارس والجامعات للتصدي لنزعات تكفيرية وطائفية. اللجنة العليا للانتخابات تعلن قبول أوراق أكثر من 7400 مرشح وتبدأ في تلقي الطعون اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. في كلمته أمام المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، محلب يؤكد ضرورة تبني سياسات للتدريب والتعليم والتوجه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات. أولى وقفاتنا هي وقفتنا الاقتصادية. المزيد حول ما تشهد هذه الساحة بصحبة الزميلة مجد القاضي. تفضلي مجد. الزميلات ريهام ورجلاء شكرا لكم، وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها محلب يتوقع مشاركة 20 دولة كبرى بالإضافة لمئات الشركات العالمية في مؤتمر مصر الاقتصادي. قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن قانون الاستثمار الجديد سيعطي رؤية واضحة للمستثمر ويمنحه ضمانات واضحة وقوية. وأضاف محلب أن ما لا يقل عن 20 دولة كبرى سيشاركون في مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، بالإضافة إلى مئات الشركات الكبيرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وقعت بالفعل بالأحرف الأولى على عدد من المشروعات في مجال الطاقة سيتم الإعلان عنها خلال أعمال المؤتمر. التقى وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي اليوم نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي والوفد المرافق له من الحكومة والشركات الإيطالية العامة العاملة في مجال البنية الأساسية والنقل. وخلال الاجتماع دعا ضاحي الوفد الإيطالي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل. كما بحث وزير النقل مع الوفد الإيطالي العديد من فرص الاستثمار في مجالات النقل، ومنها السكك الحديدية والأنفاق والنقل البحري واللوجستيات. من جانبها عرضت الشركات الإيطالية القيام بتمويل أعمال التجديد والصيانة في السكك الحديدية.
أعلنت البورصة عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة، وذلك عن طريق السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية. على صعيد التداولات، تباين أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 513.3 من 10 مليار جنيه بخسارة قدرها 2.2 من 10 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 330 مليون جنيه. قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أنه سيتم غدا فتح باب الحجز أمام المستثمرين في الخارج لحجز 3183 قطعة أرض مميزة في 3 مدن جديدة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع بيت الوطن. وأضاف مدبولي أن الأراضي غير مدعمة وتقع في مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة، موضحا أن الحجز يتم على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه غدا عن طريق وزارة الاتصالات هذا، وسيتم طرح 2500 قطعة في مدينة القاهرة الجديدة بسعر 450 دولارا للمتر، بينما سيتم طرح 311 قطعة في مدينة الشيخ زايد بسعر 610 دولارات، بجانب طرح 372 قطعة في مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولارا. وستكون مساحة القطع المطروحة بين 600 إلى 1000 متر مربع، وسيتم السماح ببناء بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة مع سداد 25% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات. هذا وسيتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بالدولار أيضا، شريطة أن يكون الحساب بالداخل قد تم فتحه قبل 31 من ديسمبر الماضي. بدأت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة 13 من اللجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ويحيى العريمي مساعد الوزير لرئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية لسلطنة عمان. هذا وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ 5 سنوات، ومن المقرر أن يبحث الجانبان عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب وغيرها من المجالات التي تهدف لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين. أعلنت وزارة الزراعة عزمها إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى حدوث لغط فيما يخص قانون البناء الموحد وبناء المواطنين على الأراضي الزراعية. يأتي ذلك فيما طلب خبراء الاقتصاد وزارة الزراعة بتنفيذ قراراتها بعدم التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي لمواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي. لا تصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، هكذا جاءت تأكيدات المسؤولين بشأن ضرورة حماية الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي لمصر ومواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي. تنفيذ التشريعات لم يؤخذ على محمل الجد حتى تاريخه من قبل الجهات الإدارية المختصة، أولها الوحدات المحلية بالقرى والمدن، الهيئة التخطيط العمراني اللي هو الإدارة العامة للتنمية العمرانية والتخطيط العمراني بالمحافظات، الإدارة العامة لشؤون الهندسة بالمحافظات، ما فيش أي تنسيق ما بين الجهة الإدارية المختصة ولا الوحدات المحلية بالقرى والمدن. الملعب دلوقتي أمام أجهزة وزارة الزراعة قاطبة، اللي بيشتغل على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أجهزة وزارة الزراعة بالإمكانيات بتاعها الإمكانيات المحدودة. الخبراء طلبوا الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار على أرض الواقع سواء بإزالة التعديات أو تحويل الأرض للزراعة مرة أخرى. هناك حالات كبيرة جدا من التعدي على الأراضي الزراعية، ورغم عن ذلك صدرت قوانين مغلظة بعقوبات وغرامات، يعني عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بتصل لحوالي غرامة 300,000 جنيه وبصل فيها الحبس لحوالي 5 سنوات، ورغم أن الحكومة بالفترة الأخيرة مع استعادة جهاز الشرطة لقوته بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الإزالات إلى أنها لم تصل إلى الحد المأمول منه لمنع هذه الظاهرة اللي أصبحت
على الاقتصاد المصري. وبحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية مؤخرا بلغت 1,280,000 حالة تعد بإجمالي 56,000 فدان، في حين تم إزالة التعديات على مساحة 15,000 فدان فقط، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن إجمالي التعديات تتجاوز الأرقام الرسمية لتصل إلى 150,000 فدان. أشرف إبراهيم، النيل. نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلات ريهام ونجلاء. شكرا لكم. شكرا مجدا. إلى تطورات الملف اليمني، حيث أعلن محافظ عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحث مع محافظي أبين ولحج والضالع الوضع الأمني في البلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. كانت قبائل مأرب قد دعت هذه إلى إعلان عدن عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين تحرير صنعاء من الحوثيين. كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أكد أن كل الإجراءات التي قام بها الحوثيون باطلة، وقال هادي في أول تصريح له بعد هروبه من صنعاء إنه متمسك بإتمام العملية السياسية طبقا لبنود المبادرة الخليجية، في إشارة لتراجعه عن استقالته التي تقدم بها في وقت سابق، داعيا الهيئة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني إلى الانعقاد بمدينة عدن أو تعز إلى حين عودة العاصمة صنعاء وخروج كافة الميليشيات المسلحة منها. تتسارع الأحداث في اليمن، ومعها تتجه الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، لا سيما بعد تمكن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من مغادرة منزله بصنعاء والوصول إلى محافظة عدن جنوب اليمن بعد مرور شهر من تقديم استقالته وجعله تحت الإقامة الجبرية من قبل مسلحي جماعة الحوثي. وتوازيا مع ذلك، علقت القوى السياسية اليمنية مفاوضاتها التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر عقب هذه التطورات بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة. مغادرة الرئيس الغير متوقعة أربكت المشهد اليمني وخلطت كثيرا من الأوراق. الحوثيون اختلطت الأمور عليهم بسبب نشوء شرعية هي موجودة أساسا، بالتالي المفاوضات التي في موفنبيك حصل عليها إرباك كبير رغم الإرباك القائم الذي حصل عليها. وقد جاءت مغادرة الرئيس هادي للعاصمة صنعاء بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأممي جمال بن عمر عن توافق الأطراف السياسية بصورة مبدئية على تشكيل السلطة التشريعية، حيث قضى الاتفاق بالإبقاء على مجلس النواب الحالي وإضافة مجلس آخر يسمى بمجلس الشعب الانتقالي يضم كافة القوى التي ليست ممثلة في البرلمان، ويشكل قوام المجلسين ما يسمى بالمجلس الوطني. الآن بانتظار ماذا سينبع عنه من الاجتماع الذي سيدعو له خلال الساعات القادمة ربما الرئيس هادي بعد وصله إلى عدن، الذي يتمثل باجتماع أعضاء مجلسي النواب والشورى، والذي هنالك سيقرر إما خارطة طريق جديدة أو قبول استقالته أو رفضها، وحينئذ لا نستطيع أن نتكهن هل هذا الحوار سيستمر أم لا. وتوازيا مع ذلك، تتأزم الأوضاع على الأرض، حيث قتل أحد المتظاهرين المناوئين لجماعة الحوثي في محافظة إب على أيدي مسلحين يرتدون زي قوات الأمن، فيما أصيب 3 آخرون في تفريق تظاهرة جابت شوارع المحافظة. كما شهدت محافظة تعز مهرجانا حاشدا طالب من خلاله المحتجون بعودة الدولة لممارسة مهامها وإخراج المسلحين من المدن. جمعنا للمسيرة اليوم، جو اعتدوا علينا المرة الأولى وفرقونا ورجعنا اجتماعنا، ورجع جت مصفحة من حق الأمن المركزي مكافحة الشباب وتقوم لابسين زي عسكري حوثاء جو اطلقن علينا وسط. في غضون ذلك، أعلنت محافظات شبوة وأبين تشكيل جيش شعبي لمنع دخول أي مسلحين إلى المحافظتين، وتأتي هذه الخطوة بعد سيطرة الحوثيين على محافظة البيضاء. باتت الأوضاع في اليمن مفتوحة على كل الاحتمالات في أعقاب التطورات الأخيرة، ويبقى الشارع اليمني مترقبا لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة. جمال الأشول، النيل، صنعاء. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء جمال الأشول مراسل النيل هناك. جمال، وأنتم قريبون من الأوضاع في اليمن، يعني ما المعطيات الجديدة إلى ما تؤشر، يعني وأبرز كذلك ما خرج به اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع عدد من القيادات السياسية والأمنية؟
نعم، بداية لا شك أن الوضع في اليمن غامض وضبابي جدا، وربما يزداد غموضا يوما تلو آخر، ويبدو أن الأزمة ما تزال باتجاه المزيد من التعقيد حتى مع وصول الرئيس هادي إلى عدن. الرئيس اليوم بدأ ربما بممارسة مهامه إن صح التعبير كرئيس شرعي لليمن من محافظة عدن، اجتمع مع كبار القادة الجيش والأمن إضافة إلى محافظي أربع محافظات جنوبية. الاجتماع بحسب ما صرح به محافظ محافظة عدن ناقش تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولم يفصح المحافظ عن أي شيء آخر سوى مناقشة مخرجات الحوار وكيفية تنفيذها على أرض الواقع. وبالتالي هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للبيان الذي أصدره الرئيس هادي أمس، وأكد تمسكه بالعملية السياسية المبنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أعتقد الآن أن الأوضاع على الأرض ستتغير، لا سيما فيما يتعلق بالحوار الوطني بين القوى السياسية، حيث أن الرئيس الآن بات قوة واضحة وشرعية على الأرض بعد أن كان مختفيا لمدة شهر كامل وكانت المفاوضات تدور بعيدا عنه. طيب، جمال القراءات كما توفرت لديك حول دعوة قبائل المأرب لمنصور هادي بإعلان عدن عاصمة مؤقتة البلاد لحين تحرير صنعاء من الحوثيين، يعني هل هذا هو السبب فقط الطافي على السطح، وربما هذه دعاوى تكرس إلى نزعات انفصالية لاحقة؟ نعم، لا شك أن الكثير كان متخوف من وصول الرئيس إلى عدن، لأن هناك كانت أنباء بأن الرئيس سيعلن الانفصال من هناك، لكن حصل العكس تماما. الرئيس أكد تمسكه بالوحدة اليمنية وبمخرجات الحوار وبدستور اليمن الاتحادي، وبالتالي الدعوة إلى إعلان عدن محافظة بدلا عن صنعاء ربما يكرس لانفصال اليمن، وبالتالي تصبح الجنوب محافظات مستقلة عن الشمال، وهذا ما يخشى اليمنيون ويرفضه ربما كل الشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب. لذلك الرئيس كان متأني جدا وكان بيانه عقلانيا جدا، وأكد بأن العاصمة هي صنعاء ولكنها تحت سيطرة المسلحين، وطلب بانعقاد مؤتمر الحوار أو المشرفين على الحوار في عدن أو تعز حتى خروج المسلحين من صنعاء. نعم، شكرا جزيلا لك جمال الأشول متابعا من اليمن. في نشرتنا هذه بعد الأخبار الرياضية، ألاف سائحين يشاهدون تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان.